بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لو بابها إن فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. عطف دعاء لسر استغاثة لعطف عامة لسر خاص، أما أسلوبك عطف العام على الخاص جاري عطف تيها عطف لكردي أو يك أمرازي بيون يدوش القريدي ويكو علي وزيد وحسن وحسين أم وانا أمرازي بيون دي فعلا نوني بكردي أما أمرازي بيون دي كاتيك علي وزيد زيد عطف كردوتا سركي سر علي عطف كردوتا عطف كردوتا سر يكتر الليرة أقرت مشاني مشاني بابا كب كان باب من الشرك أن يستغيث بغير الله شركة دعوة كوماكي بكي لغير أخوة أو يدعو غيره يا دعوة بكي لغير أخوة دعوة كوماكي لغل دعاء كردو دعوة كردو الله لباب عطف عامة لسر خاص عطف عامة لسر خاص يعني دعاء باسكي قوري عامة قشتية استغاثة مسليكي تايبتية هاتوا أمشتا قشتيه عطف كردو تسر أوشتا تايبتيه بوي نزيك تريكا وآسان تريكا متيبغن ألي أمشو خانوادي حسن هاتن بو مالمن علي كرشان هات يسا خانوادي حسن عامة يا عامنية عامة علي كرشان علي فردك لا يا حسن كرشان من ونية خانوادي حسن هاتن علي كرشان بون من حسين كريان باشا أما عاما فردك الأفراد يا عائلة زاليرا من الشرك أن يستغيث بغير الله إذا استغاثة تايبته يعني إذا نمنك ريك كينوك بابا هيلي بكين شيء لدي بلغي بون من حسن هات بو مالمان خانوادي كشيان يسا حسن فردك لخانوادك حسن دينا أوسا خانوادك دينا عطف العام على الخاص عام مكد هنا لو كاتيك اللي بيشتر تشيد كل دوة تايبتك هنا ديقشتن يسا عطف العام على الخاص بارك الله بكم أفرمي أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص يسا أمزاني من بلان أمون بيبلن سودي تشي عطف بلنا إياك نعبد وإياك نستعين إياك همانشتا إياك نعبد تو أبرسين وإياك نستعين دعوة يارمتين لتوكين إذا عبادة عامة أنا عامة بلا من السعين خاصة من بريتال عطف الخاص على العام يعني تو أبرسين دعوة يارمتين لتوكين دعوة يارمتين كرن عبادتها سودكي تشيا سودكي بو بايخ بيدانا سودكي بو بايخ بيدانا خانويا كم هيا لحد يخاكي ما برسا خانوية كما إلى حديقة كيما برسا يعني كاتي دي خانوية كما أرى إلى حديقة كيما برسا يعني حديقة كي زور جوانا ما هي أوتاني بي بتايبت باسي كي كالهاتي مدن حديقة كي واتت بايخي في أدي كاتي لي إياك نعبد يعني دعوة يا المتيلة تو كم بشبة تو بسم يجبو تو كم رشوب تو قرم ناو أمهم عبادتها هاتي جيا كردوا إياك نستعيد دعوة يا المتيلة تو كين خواه يا المتيلة من لدي عبادتي توشن بيناك هموش دي قوتوا يا ربي لا حول ولا قوة إلا بك بي لا إله إلا الله بيض إياك نعبد وإياك نستعين بيض الشيخ أسامة فرمي بورد بمو لبسو ترينو كوكرة وترين دعاء تماشاكم سي دعايك أو دعاية دواني جكان إيلين اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله باشا نورد بمو تماشاكم ليك آيتها إياك نعبد وإياك نستعين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ركوع بلن سجد بلن عبادته خوابك اي ركوع سجد باش يقول عبادة تواضعون أول حملة زور المسباس بخواي قولا خالك يتر تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ترسي في شبه فضل إخواب بروني باس من كرد ورون من كرد خالك يتر أن هذا هو الشرك الأكبر أو الدعوة كردنا لو شتاني غير أخوة شركي هلا جوريه شركي جورترينا شركي هلا جوريه لكيو هنا
شركي قوريا لويكوا فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال كذلك للظالمين وما ظالمين يعني شيء من المشركين. أحسنت. أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أجر باشترين كس فعله يعني الشرك باشترين كس شرك بك بوي غير خوي رازيك صار من الظالمين. أو أوسى للظالم مستمكار كان بيت ليرد وقسم هي يكم أصلح الناس خيل كوي هنا أصلح الناس باشترين خلق شرك بك ظالمة خوي بردقار ببيغمري خوي أفريها. فإن فعلتا خطاب ببيغمري عيسى الله سلام كلا رسول خوي باكتر وشاكتر أما تيجيش لما بلان بو ألي ولو لو فعله إرضاء لغيري شكرا سردمي أو الزورك أن يعني أبان موازين بيهو حقا بلان كوم ملقا كمان جينجا كمان دولو برا كمان ريغا نادن إن جابا فلان كاز لخوما الرازيكين فلان كاز لخوما الرازيكين بيا هاد وكو ترسان دنيا كوا أبي بزان لسر خاتريك قولا نابي إرضاء للناس خوال أخوتان توركا شرك مسليه قولي نابي شرك كي بلاي كوم ملقا كواي كلو تغزى شرك بخوا قرار هذا هو مشتوى زورة بيت يعني جاري كان لأيكي لم شارانا لم دام الزقوت إنه يجم كده هني بيدعوا وش تاني بلما مصاحبين سلام ما عنداوا لأنه يجكوا باحترام وصلاة عليك ردو وتمحزكم هني قصد لقلبكم أجر بيد عساي بيت زور باحترام وتي خوش حالة بس بكر كوتم أمش تاني جناب الزقوت كتكري وش تاني كراء من بيني جناب ما مصاي والحملة أزانيت وأشتواي 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 وتي راسك حميتا بلان دورو بركة معي خلقك قبولناك تملا قيامة دين داتو تين داتو أبدا زور كان زاني بان غوزة كمان حقه بلان زور كاس هيا ناني للرونة تيغن نان للرونة يعني شي قصيكي كردية ناني للرونة اگر شويني كيه نانا كيه لنور للرونة بريت كيه ناني نان خوي بوري كز نان خوي نابريت مگر كسي بزاني وتيبقى وعاقل بيت خالة كتر تفسير الآية التي بعدها آية كيدو آية أوا آية كيدو آية أوا تشيبو آية شمال دو وإيمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و تفسير ما كان بفضل إخوائي كورا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا على أما سودينية لدنيايا لقال أوشا كفريشا سودينية كفريشا كاتي لو بيش فرميشي لواني سودت بيبقيني لذا فرمي سوديشي لو لكو بردي سودينية وإن يمسسك الله بالضرين فلا كاشف له إلا هو قوتني لسرتي لادا كوات السودينية هر شركة بريتا بربو إلايدي سودينية خواد بيهيني ويستي خوين بلاي نالات ويحل خوي دعوك ما دام خوايا ظور كشفك على الزرر وزيان ونارحتي ناهرة بل أي خوايا خوت بمنتي خود سر ميلاد تفسير الآية الثالثة آية السيم بيتي بلا فابتغوا عند الله رزق دعوا الرزيل أخوابك تبارك وتعالى عند الله إيش حالة للرزق كواتا يعني ابتغوا الرزق عنده وحده دعوا الرزيل أخوابك بتاك وتنهى تبارك وتعالى أن طلب الرزق خالقي لا ينبغي إلا من الله دواء الرزق كردنا بها الأخوة دواء الكي كما أن الجنة لا تطلب إلا من شون بهشنا إلى غير أخوة دواء الكي رزقنا بلا غير أخوة دواء الكي تبارك وتعالى وأميل كور قلت واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا عبادتي إخوة يقولوا تبارك وتعالى وإليه ترجعوا لقرنوا بلا إخوة تبارك وتعالى لدر نتيجة خالك يتر تفسير الآية الرابعة آية شوالم شيبو آية هلها قولك وباس ما كل من أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند وعيهم غافل وشي ما كل بفضل إخوائه تبارك وتعالى أنه لا أضل ممن دعا غير الله خالي ينزى أو ده هيج كسي لو كسب مراترني هوا كات غير أخوة تبارك وتعالى ويالترين كسكي أضل يعني ويال كي لو كسب ويالترين كس لو كسب ويالترني هوا كات غير أخوة هروها أنه غافل من دعاء الداعي لا يدري عنه بآقايا لبانوازي أو بانوازكاره هيتشي لأباره ونازاني شو فرقوهم عن دعائهم غافلون أما لقيامته أفرمي
وكانوا بعبادتهم كافرون كافرين أكريت بيان زاني بلا آخرة بلام للدنيا أفرمي وهم عن عبادتهم غافل بآغان بآغان قال كتر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له أو بانوا أو هاوار بيكرني أوان لو بردو دارو بتانا والشخص الشيخ ملايانا وبيو تشاكانا هو كاريك سبب لبغض المدعو للداعي بوي اوي هاواري بيكراوا ببيت الدجمن ورقي ببيته ولو كسي هاواري بيكردوا وعداوتي ببيت الدجمن ورقي لبيته اما لك يو ورد لدو آيات آياتي شرحك كان ان شاء الله بابك دوي مباسيك لقل آياتي كتير لما يتنكها بكام آيات آياتي وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء خلى القيامة كوكرانوا أبنى دجمنيان أبنى دجمنيان المجلس لسر كام تفسير لسر وتفسيرك كانوا بعبادتهم بريتيب اللكي لا معبودة كان خالة كتر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو أمش باس معك الدرسي بيشو أو بهاوار بيكردنا ناوينا وعبادة لكيو برمانجر فرمي وكانوا بعبادتهم أبو أبي فرمو بايشي وكانوا بدعائي شكون دعوايا اللي يقولون نيفر بدعوا كيان بباور وتي بشي كيان بباور بعبادة كردنا كيان كواسد دعوا كردنا كيان عبادة كردنا أقد ليه؟ أقد تاني إبرا؟ خالة كتر طبعا أم خالك أن تلك الدعوة تسمية تلك الدعوة عبادة لتشوار بينش وين القرآن هاتوا تأسيل درس محاضرة كان تأسيل نزكي أمشن بتشوار بينش وين كردو القرآن وإذا سألك عبادي عني فرمتي لآيتي كتير فرمتي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال الله ما يتأل قال آية تكي درسي بينش وكل شرح حقا بسمة الباب كيدا إن شاء الله أمشي فيه أكيد هروها آياتك لسورة مريم ما فزنا بس ما كل سورته أنبياء كات إبراهيم بشل قومك إخوياك فرموا أعتزلكم وما تعبدون كاتك بيان الله إيوة تدعون غير الله هوارك أنا غير أخوات دعائي بيان الله وما تعبدون كوات الدعاء كان عبادته حديث إيش ماني لو بعرف فرمي الدعاء هو العبادة الحديث ضعيف فرمي الدعاء مخ العبادة مخ عبادة الدعاء كله أفرمي كفر المدعو بتلك العبادة أو كسي هواري بيكراوا كفرك بو برسني بو يكراوا بو هواري بيكرني بو يكراوا كفري بيكرا أدالة جيري بير رازينية الله حاشا بو مدنا كربايا لبرشاوينية بيباور بي كفري بيكرا أما يلكو هنا وكانوا بعبادتهم كافرين لو وري قلت خالك يتر هي سبب كونه أضل الناس هو كاري أوي كسل وكسب مراتني ويلترين كسشي هو كاركي شيء هو كاركي أو تانية كوا شرك بخوا قرار داو لشان رويك ويكم يدعو من دون الله ما لا يستجيب له هاوالكات لغير أخوا لكسيك ولا من ذاته دو أو كسي هاوالي بيكا وهم عن دعائهم غافلون بآغان سي وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء لقيامة شابنا دجمن يعني إيش وين هوا ركيدة كسي بيت دجمنت هوا ركيدة كسي دجمنة يتكا عداوة تدلق لك بينش وكانوا بعبادتهم كافرين كافر بعبادته لهم أمر وانقانوا بيت ماي أويك أضل الناس بي ومن أضل ما يدمن الله شانزا تفسير الآية الخامسة آية جمال بينش بريتيبو لا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض إله مع الله حفظ تفسير ما كل فضل إخوائي قولا الأمر العجيب اشتهر سيرك سمرك وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله دان بيناني بتبرستان وثن برستكان
بوي كس هواري نهايه الداد والنالي كسي تنانه واخوانه بي دان بيناني بتبرستكان غير اخوا برستكان كوا كز نهايه الدادي او كساني لتنانن اخوانه بي تبارك وتعالى تنا اواني تنا تنا وكان وان الى لتناويا لتنانيا كي بيت الداديانو خوايا اما كافر كان جدن مخالاني ولاجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين بويا لتنانيا داول اخواك تبارك وتعالى بعكس مشتكان زماني خومانو لتنانيا دارو برت برو دارو برد برو بويا اوان اوسا لتنانيا اولين بخواك وبيرو قال فالمو اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر اذا هم يشركون باشا خالة كتر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله هذا قرتني في أغمري عليه الصلاة والسلام لقي غو باكجي توحيد وهلها أدبي في أغمري عليه الصلاة والسلام لقلب الرزقار تبارك وتعالى أما اللي كيو ورقرت رسولي أخوة كاتل لحركتك فرمي إنه لا يستغاث ب دهويكم وكيلة من ناكرت نبينا تأدب نبينا التأدب مع الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أم أبابا دواي شبابي هناي دواي بابي الاستعاذة والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى بس استعاذة يكر بس استغاثة يكر بغير أخوة تبارك وتعالى أو سهد أم بابي هنا باب قول الله تعالى أشركون ما لا يخلق شيئا شيء لا يونيها هيا كيش دان شيء كيش هل يكشتهت كيشين باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أم بابي هنا دواي بابي دواي بابي استعاذة دواي بابي استعانة بغير أخوة تبارك وتعالى وأو بلغاني باسكر كبلغان لسر بوتشيتي برسني غير أخوة تبارك وتعالى وأسلوبي هنيق العلماء خودي دليلك أكان نشاني بابك باب فلان آيات باب فلان حديث أي هنيت أكثر من أسلوبك الأساليب العلماء الآية الأولى والثانية آيتي يكمو دوم طبعا درست آيتين أم بياو برزاء ليرا أم بياو برزاء سي آيات هيني آيتي يكم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون آي أو مشركانا اشتاني لكنا شريك إخوة تبارك وتعالى كوا هيج دروزناك ما لا يخلق شيئا ما لا يخلق شيئا كهيج دروزناك ولا وهم يخلقون خوشي عن دروز كراون شون اشتواء فرسلي بويا أفرمي ولا يستطيعون لهم نصرا ناشطوانا أو شتاني أمان أيان برستن أو معبودان هاتوان أم عبدان سرخا ولا يستطيعون لهم نصرا هل يبقى ربزان معبودك هاتوان أم عبدان سرخا أم برس أم شتانيك أم كسانيك أبارينو أكروزينو با بيوسيه كان بي بزان أوان أتوان سريان خا ناتوان سريان خا لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون بلقوا ناطن خوش ينصر آياتك من هنا ولم درساني أبو ندرسي كتابك هين بو تجريد التوحيد كما قريزي بو أفرمتي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين أو يفرمي ضعف الطالب والمطلوب يعني العابد والمعبد أو أي فرس ضعيفة أو شيء
أبرسي هل ضعيف هل دولا ضعيف هل دولا لاوس بيهيس نخالق نرازق نمدبر نمالك هي شان لدسني عبدي الضعيف وي شون هذا العبد الضعيف ولا أنفسهم ينصرون يعني أو أن ناتوان خويا سرخا أي شون توان أو سرخا تحدى هيك يا بابلم استفهام هيك استنكارية أو أن ناتوان خويا سرخا يتر شون أو سرخا بيقول ما ناتوان أو سرخا خوي ناتوان أو سرخا كواتر بروت قال لم آيات اللي تشوار روى الله نابي أو شتانا برسن غير أخوة يا كم أنها لا تخلق دروزناها فرميشي ما لا يخلق شيء أما يكم دوم وهم يخلقون دو خوان مخلوق لا هيش أو هنراو نوته هنراو تبون ناكر إنسان شتى برسية ساعتك لساعتة كان عدم بوبه هيج بوبه شون شتى وعبت ولا يستطيعون لهم نصرا هل وها ناشطوا عن السريان خان أمشي وكالي كترة ناطوان كتو شتيك أبرسي داوي لبكي ناطوان السرد خا شون أبرسي خالة كتر ولا أنفسهم ينصر أز ناطوان خوش ينصر خا شون أبرسي كسي ناطوان خوي سر خا شون أبرسي هبت؟ نابت إشكالي كيا إشكالي النحوي جوابي دينو أجوابي ندينو بعد جوابي بدينو أو جواب تاني لو جا كسي يقول باشا ما لا يخلق مفردة ضمير كم مفردة ما لا يخلق بوي تاك بلا ما فرمي وهم كويا يخلق بوشي ضمير كجمع ما بوي جواب ده جالي وهاي لو شيء اشتوار ويدا يعني ملحد بدين كان أكو ببغابون إن جوان لا يقدو بدين ويا اشتوار على أنت بتنير الله أو هلا القرآن هلا عربي تيا سبحان الله يكج لو حماقة بعقل جولانين القرآن هنا غلط عربي تيا سبحان أصلاً لغة عربية كي لوش تاني بالشواهد هندية توا شواهد إنسان عربي يبونا قصية جو كي بيجن صحة دليل شو أني سخو مثلاً آيات وحديث لزمان عربي تشي ببلغ هندية توا آيات حديث أقوال شعراء جاهلية تا أكو سردمي صاد صتو بي صتو سي أو دول بريت الأولى أو الصحيحة يعني سردمي كي ديالك لا يعني لو دوا يدر بودني شعراء نبت حجة شعر شاعرة تا سردمي كي ديالك لا هي جاهلية أو حجة سردم الإسلام تاو قصته كانوا توزيع دواي صطة كان يشر حجة لو دايتر ببلغنا هند يتو القرآن خوي ببلغ هند يتو يعني هرشي للقرآن هات بدرس استعمال بكني باتفاق هم أهل لغة عرب بيبتية كي هيج نزان يزد راس بوتو الله ولا الله ولا القرآن غلط يتيح هيدو شيء زانية تو شيء زاني سوين بخوان زاني آياتي وراكو بيكي بخواني تو أو قرآن بدري أفزان أطمئن لا برقيك آية لا برقيك بخيني تو بيه غلط وبيه أو تو نازل القرآن بخيني تي غلطي تي لقرآن سلا هيج درنا جاء ليرا بوشي واي جوابك أو تانية كوا ما لا يخلق ضميرك بوشي قراوة بو ماكا ماكاش لفظة لفظة مفردة بوي باعتباري لفظ ماكا كمفردة ما لا يخلق كمفرد هروها وهم يخلقون باعتبار ما كجمع لبن ابو يخلق يعني لبن اعتباري دانا ابو لفظك كمفرد لو اعتباري دانا ابو معناي لفظك كجمع بيوتي شيء يسوي شيء قوم بونمنا يعني شيء قوم يسوي شيء قوم خوي بخوي مفرد قوم بلام ايه معناي قوم شيء جمعتني جماعه ما يعني بو يتبغن لفظك خوي مفردة بلا معناه هي ليلة لم سياقة معناه هي جمعة وكو لفظك بمفرد هناي وكو معناه هي بجمع هناي وكو درس كان يتريش بس إشكالي كتير لم شتشنا منك وش تواجه سائغة لزمان عربي وقوله آية الدوم والذين تدعون من دون الله لا ما يملكون من قطمير أوانيك وإيوة لينا بارينوا دوايان لي كان لغير اخوا قطمير كان لدى صلاتنيه قطمير كان لدى صلاتنيه او شتني للقران هتوسي اشتا لم قطميرو امانه يا كم قطميره بريتي لولا فافس في دورنا وكخور ما او كيتلان بريتي لنقير نقير بريتي لشي
بريتيا لو كنا بسكولي لقينا او كخور ماها بنوتانا او بيوت النقير أبرز قال فرمشي تبارك وتعالى ولا يظلمون فرمشي ولا يؤتون الناس نقيرا ولا يظلمون نقيرا او ني او هات شتب سكولينا وكيقول بقي وظلم الى ناكل سبحان الله لو تشبيها لو تشبيها سبحان الله او كيتر فتيلة وكبر قال فرمشي ولا يظلمون فتيلة فتيل شيء فتيل بريتي انا شتي غير دزويه كي لناو ناو كخول مايا لناو شقكي ناو كخول مايا لناو تشاركي ناو كخول مايا دزويه كي بقي او دزوه افرميشي ظلميا لينا اكلت بحال سيك شي القران تشبيهات وليلة قطميره قطمر كامل انا وثمان بريتي لا فاف سبي كي دولي ناو كخول ما افرمي لا فاف او لا فاف سبي دولي ناو كخول ما شاني او شاني يعني ملك يعني بس انا وش ناشي لو شبل الإمام صار ملحدي بيبل الراسك لفافكيني أصلا خور ما كشتيه وكل يكبا خور ما هي لفاف يجي الله إنه ملك ملك حقيقية كي خاو ملك حقيقية أو كسي بطواني بلي أو ملكي منه وكفر بيلي مور بقريه كس هي لسلام أرزاب بملكي خوي بلي كفر بيلي مور بقريه يقول إن فيه كجنة ملكي شي لصلاتي شي ملكي هي ناقص ملكيتك هي ناقص وثمان درسكاني سرتاي أم كتابة درسي كم مقدمي كتاب توحيد شرح مع كل أتاني والله مش شبه ما ندعم وبجواني رو ما كده أفرمي أواني هوارك أنا غير أخوة ما هي هواريان بيكن والذين تدعون من دونه أواني إيه وهواريان بيكن لغير أخوة ما يملكون من قطمير قطمير يشان لدى صلاتني وهي جيشان لدى صلاتني منك زائدة يعني ما يملكون قطميرا قطمير جانا دزني أي من كاشي أبو توكيدا أبو توكيدا أبو هني قال لنا نقول زائدة والله هيجي تاني الزائدة للرؤية إعرابه زائدة للرؤية إعرابه يعني تأثير للرؤية إعرابه زائدة بلام من حيث المعنى توكيدا بخري قلت زائدني من حيث المعنى بلام من حيث الإعراب نعم هو زائد إن تدعوهم أجل أما آياتك كان درس كان يبيشوا ترى باسمك درس يبيشوا إن تدعوهم ليش أنت بار النوى لا يسمع دعاءك ليه دواية ليه مكان دواية ليه مكان تيجي سياق أواية دواية ليه مكان هي كان الصلاة نية أو برس أواني أو هوارين بيا كان لفافس بيا كده ولينا كخور ما هي الصلاة نية هوارين بيا مكان هاوري شيء أنت بيا مكان وإن تدعوهم لا يسمع دعاءك قيل له لا لا دواء إيوني دواء إيو نابيسا نانا دات تانو ولو سمعوا فرضا قريما دانا أي بيسا ما استجابوا له ولم تنادنا أمانها مي دليل سرشي سري خوا أبيسي شكا أفرمي أوانا نابيسا بيش بيسا ولم تنادنا يعني خوا أبيسي ولم تنادنا حجبا والله كسب خواهي قولت تعطيل يا خالدنا وجوانا كان يوسف هذا برزا كان انجا اما يتوك شيء ويقول اياتك ابراهيم كافرمي يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر نا ابي سي نا ابيني يعني اخواتي تبارك وتعالى ابي سي ابي يعني خواهي قولت تبارك وتعالى ابي سي ابيني افرمي ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة أم آياتي كدر نفس آياتك يكون باس ما كدر سكيف جدر ويوم القيامة يكفرون بشرككم كفر لكم بشركك أيها بيبارون بشركك تان سيك ناوينا شرك الله أكبر يكفرون بشرككم أو شركي أو قرار تان دعوا بأخوة بيبارون بشركتان ولا ينبئك مثل خبير وكسيش والله من هذا توا ولا ينبئك كسي جوالط بين هذا وكو خبير سأسري سياقي ما يتبقى تشيل يا فامي لروجي قيامته بيباورن بنا بربو شركة بوتام بلا مطمئ للدنيا للدنيا غافل عن دولة وشركة قرار يدا أقل ناو قبركيتي
أغيلا دادون علي تونيا أغاشي لي ناتوني والله من داتو دارو برد بي أصلا أغيلينيا أصلا أغيلينيا بويا لقيامتها أتشي دواي كي كي خوي يقولوا بنا من دا خوي يقولوا لسروب ما جينك هر خوي برسين بتاكوتنا الصحيح بخاري أتوا فرمي لقيامتها وقول لمسلم جاتوا فرمي لقيامتها بخلق وثريا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله بهر أمتك با كل أمتك هم أمتك شو يبكي وكلا غير أخوة برسويتي يتدري كثير داري برسوي بردي برسوي قبري برسوي شيخي برسوي شين يبكي هاو دوايا ولا ينبيك مثل خبير شارح برحمة بأفرمي هذا مثال يضرب أو قصي مزور بين أخوش الله من نمونيك أين ريتوا بلا أتواني برقيب كين لشارح بشي بلا إن الشيخ ما بس لو أني آيتك مثالا ما بس لو تاني آيتك إستا ناو خلق بوتا مثال بس يشتبك يزور زانياري بيلا باريوا الله ولا ينبيك مثل خبير يعني لعلمه للزانياري وبود باسك أقرنا ما بس لو بآيتك مثلا قرآن مثلي بكالينا واشتواء زور هواي بويا الشارح بس لونيه هذا مثال يعني شي هذا مثال يعني أما بوة نمونيك نق نمونية بوة بند مثال يعني بند استا بند حاليا الله ولا ينبئك مثل خبير اشتي يقول ده الله يبوما باسكا بوة باسكا اي كان تخوايا الله ولا ينبئك مثل خبير كذبكم من بودنا يرد بجواني بعلمه وتجيره أقام لموضوع كبوت شون شوني خبريش يعني العالم ببواطن الأمور بريتلا زانا العالم ببواطن الأمور زانا بشن النهاني ونادي عليك ليش لا أصلا قصة كان ما إشكالك دروز بود تصوركم أو جو تاني بلي ما مصعب آية مردو أبيسيت آية مردو أبيسيت أهل علم خلاف يعني آية مردوة بسيء أنا بسيء نقوى الله امتداده أواز دوه بين ولو سمعوا ما استجابوا لكم ونص آيات معنية فالله آية أبيسي مردوة أبيسي مردوة خلاف يعني أهل علم أنا كان أظن أنها بسيء وهرجيب بلغيه لو باله تضعيفيك تضعيفي سندي بي تضعيفي عقلي بي تضعيفيك أي وايد لكن بو استدلال نشي لبنان بريشة أظن مردوة بسيء مردوة بسيء سلامي ليبكى جواب سلامك أذاته وهل وها سليل يبدأ أغاية ليتا حديث جينو قلنا كاتم بشتالك على مردو الله يقول له خشي بي يسمع قرعاني عالي يقول له خشي بي أنا كاتي سر قبرانجي باشر حديث دليل سروي كدرسة ببيلا وبرويت سر قبران فرمي يسمع قرعاني عالي ها زانا وكواني قال انت جائزني وها حديث شيء طبعا لو بارا على كل كاملا ذو قولاء صحيحة والله أعلم هيج دليل لكي قطعي يقلاك ولا موضوع عنه هرقلت يعني هردو قولك الله قلت مردو من كسر السرداني دوستي عزيزي كي خوي بك أكليب المردو أقايلي بالسرداني أما والله ما داتو والله ما ناداتو مردو والله ما ناداتو وفي الصحيح الصحيحة تقول أنس ورضي إخوائي لبيء فرمي شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته رسول إخوائي صلى الله عليه وسلم رجي أحد شج يعني شي شج يعني سري يا دمتاي برندار الجرح في الرأس والوجه خاص تنهبوا برينين لدمتاو بي يا لسربي في وجه شج يوزي الشجة لروك فعل نايتي شج النبي يعني بريندار كلا لمتشابي بيغمري صلى الله عليه وسلم رجي وحدة شو هذا مصر معنا كان فرماني بيغمري خويا شكان سركيوي جبل الرومات يعني شول كرت كشول يعني كرت كافر كان لديوي جبل الرومات وهرشي يعني بشتو برد سر مصر معنا نوصل مصر معنا توشي دوراناتا ولو جمنا بيغمري خويا زام دار
وكسر رباعيته وشوار دانا كان يشكر ثنايا دوانا كي سر في الثنايا دوانا كي خوار في الثنايا كردي كان يشوار أم شوار في الرباعي هذا شوار دانا كي في أمريكا يشكر عليه الصلاة والسلام فرمي رسول الله فقال فرمي كيف يفلح قوم شجوا نبيهم شون قوم يسير فراسة بن دمشاي في أمريكا برين دار فنزل دم آية دابزي ليس لك من الأمر شيء طبعا كيف استفهام استفهام ما كيش بوشيا بو استبعاد يعني دولا قوم يكسر فراز بن دولا قوم يكسر فراز بن لكاتيا كبيا غمرا كان بني دارك الله ما آيات هذا بزي ليس لك من الأمر شيء أي رسول الله هيتش اللي دسنيته سبحان الله لم آيات ليس لك من الأمر شيء أم موزعاء أم سلان الربط بتوهنية لذستوني خلق سفراز نبن كيف يعني دورة أم قوم سفراز من في أغمرك أن برين دارك لذستوني يا رسول الله ليس لك من الأمر أمرك يعني الشأن يعني الشأن الخلق ليس بيدي كارباري خلق لذستوني لا إخوايا تبارك وتعالى أقربوا في أغمري إخوة والله أتي جاي غير في أغمري صلى الله عليه وسلم أنا دائما بسؤال حديثك جاري كابريا نصيحتي برادرة تمام باركي خويا كاتشن جاري بيني لما يخواردن وخلافا كاري هذا باز بير مكة وش الله توشي دا وهم جاري هرقصبوا منك جاري ترتبان سيان هل بير وش الله بوازم لنا يعني توشي بخو مراقبني بزر منه وش الله والله لا يغفر الله لا يغفر الله لك والله إخواني تخوشنا الله برود قال فرمي من ذا الذي يتعلى علي وكي سيان بناو منه أخوة أخوة لفلان كاس خوشنا أولا فلان كاس خوش أمه ولا توش خوشنا من شو أقرب يقول لبنا من ده والله إبراهيم لنا وسيارة بومة شوينا بوسر قبران جنازة كابرا سلام يقول يا بو ناو سيارة كاو تويتي والله خالم كسخوشنا يعني يوم حد يثمر بيزا من توب الله يكسه بيه بناوي خواه ولم أمته بناوي خواه بلي فلان كز والله إخواني خوشنا فلان كز إيه والله وشاي خمان بيني من خلق بيني سبحان الله أو نخوي لي قراء ونخوي بشتزاني وأزاني أو خلك سبحان الله ميالد وزخ أخبره يخو بخوت خوخاء بيرحمنين يقول الرحمن الرحيم أو توي بيرحمي بود جي قلدانة بتشوكي خوته وتماشاكي والله خوالي خوشنالي تزاني خوالي خوشنالي تزاني قلت اللي نابولي لو هاروكم وكورتي يخو بلي هركسكا بس يعني خراب وكاري أوشتاني أنا كرت بلا اشتكى بلا ونبول أنا عائلي خوي اشتكان بس لا ديالو كسيش لنا وعائله او كسب يستوي اشتكى والله ونبرد ونا وخلق خلاف وتوانا كي ديال بي اشتانا على كل من ذاك انا نبي انسان قد بناوي خو اقصد نبي انسان بناوي خو اقصد كابي ويم حديث عبرتي تاع براسي بو انسان قد ولد بقدر وفيه عن ابن عمر هلا صحيحاتها البخاري مسلم لا عبد الله عمر أنه سمع رسول الله يقول في أمر بعيسى عليه السلام أي فرموا كيف فرموا يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر أجر سري للركوع برز كردايته لركاتي كوتاي لن يجي بين مانا ما ويل أما يفرم في أمر عيسى عليه السلام أما إيش دليل يبو شافعي ما زبا كان كألين قنوتي بين مانا أبي بخير أما دليل يعني والله أم حديثة أحبهم ما ويقوا رسول الله كل ديوتي عليه الصلاة والسلام قلوا يتركي قلوا ما يقولوا لأني حديثاته رسول الله فرمي اللهم لعن فلانا وفلانا قلوا يلعنتك إلى فلان قلوا يلعنتك إلى فلان ومش آدابك دعاء كردن لكافر كان يعني مريك كري خطاب رضي الله عنه سردن بخويا يقول بحديثة صحيحة كانت لو تراويحة أي فرموتي اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك اللهم اقتلهم اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب ولو جرى دعاني في عيسى عليه السلام دعائك ولو جرى دعاني في عيسى عليه السلام دعائك بويا في عيسى عليه السلام يفرمون اللهم لعن فلان وفلان يعني تقول لك كافر أبي مسلمان حق أبي مسلمان رقيان لظلها ببلان بالكافر كان وكو أما بدأ مبدئك عالمي بلايا ومبدئك فطرتي إنسان بفطرتي لناخي رقي لدجمنيتي
اگر چی لاسلام فری آداب رحمتیش معنا که انسان بر رحمت بیه بلند بر با حتی جمع نکانی خواش. یعنی هر بوی مسلمانان هم شبه دو چاو سیر جمع نی خواکن. چاوی کی رحمت، چاوی کی طوری، چاو طوری که کامانه سر پیچی خواکن. چاو رحمت که بزیان تی تا امانه آوا لرگای خوالایان داد جمع نیتی خواکن تبارک و تعالی. یعنی چاوی کی قدر و چاوی کی شرعی و چاو قدر که طاو امانه دو تشنن. لگل چاوی کی چیش؟ لكن شايف كي ويك أمانة لفرمان إخوان لا ينداو دجاتي إخوان تبارك وتعالى دين ودولة بيت جواز وإلى آخره هواركات غير إخوان طوافك بدوري قبر حساب إخوانك وبدين إخوانك وكأنه إخوان يخلقان دول دروسين كل دول فلان وفلان الرواية كي دهتو عليه بمن كي أبو علي صفيان كوري صفوان كوري أمياء وسهيل كوري عمر وحالث كوري هشام ولعنة جد منشية الطرد والإبعاد اللهم إلعن فلان إلعن فلان وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده كي يود سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أمش أسلوبك تلا شن أسلوبك هي شن صيغك بابلم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد أبو سيل بصيحة جالي حمدا كثيرا طيبا مباركا في أقربتي فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء قال تعالى ما يأتي داب الزن تبارك وتعالى فاك بل قيل سر سببي نزول بل قيل سر سببي نزول كواتا استا سبب نزولك أمين بو ياوي أحد بو أكري أما يتدو سبب نزولي بي أكري اشتوا بلاي هو الشيخ الزام من مقدمي تفسير باسيكا أكري آيات دو سبب نزولي بي آيات أو تلي سبب نزول أي بحديث سبب ورود سبب ورود واو را واو دال ورود سبحان الله لمعجزي خوي يقول تبارك وتعالى هر دعاء ويك بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم منعي ليك لا دعابك اوسي كافر دعاء ليك المسلم سبحان الله صفوان يفري اميه وسهيل يفري عمر لقل حالتي كره هشام من سكان مسلم ابون وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله تكوتا ان شاء الله درس ذاته يقول هدايه من دبر رسول شقام اسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك